ضغط أمريكي فرنسي في ملف الترسيم. غانتس: سنستخرج الغاز من كاريش حتى بدون اتفاق مع لبنان. البخاري يجول في طرابلس لاحترام المهل الدستورية. ومياه اتحاد بلديات الضنية ملوثة وخوف من تمدد الكوليرا. صباح الخير. لم يكد لبنان يلتقط أنفاسه من ضغط الكورونا حتى حل داء الكوليرا الناجم عن تلوث المياه، والذي بدأ انتشاره في منطقة عكار وسط مخاوف من اتساع رقعة تمدده. أما الصحة السياسية فمعطوبة بالشلل من الحكومة إلى الرئاسة، التي تشهد جلسة ثانية الخميس المقبل لكن من دون رئيس. الترسيم يسوده جو ملتبس. من عناصر التفاؤل استمرار الاندفاعة الأمريكية سعيا إلى إنجازه، يؤازرها دخول فرنسي على الخط، في حين يستمر التهويل الإسرائيلي على وقع إجراء تجربة اليوم لإمكانية تشغيل حقل كاريش. إذن تسلم لبنان الملاحظات الإسرائيلية على العرض الأمريكي وعلى الملاحظات اللبنانية، فيما استكمل الوسيط الأمريكي أموس هوكستين اتصالاته مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني من أجل معالجة ملاحظات كل منهما. وتحدث مسؤول أمريكي عن تبادل مسودات جديدة لسد الفجوات، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات بحسب ما نقل موقع أكسيوس الأمريكي. فرنسا دخلت على خط الاتصالات، وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا تساهم بنشاط في الوساطة الأمريكية الهادفة للتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ورأت أن الاتفاق سيعود بالنفع على البلدين وشعبهما، كما من شأنه أن يسهم في استقرار وازدهار المنطقة. ودعت وزارة الخارجية الفرنسية جميع الجهات الفاعلة إلى القيام بدورها. ويأتي هذا الموقف الفرنسي عشية زيارة ستقوم بها وزيرة الخارجية الفرنسية لبيروت وتبدأ الخميس المقبل. بالتوازي، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أن إسرائيل ستمضي قدما في خطة استخراج الغاز من حقل كاريش حتى بدون اتفاق مع لبنان، وأعرب عن أمله في التوقيع على اتفاق قريبا، لكنه أشار إلى أن إسرائيل لا توافق على تحفظات لبنان بشأن الاتفاق، موضحا أن الكرة في ملعب الجانب اللبناني. وإذ أعلن بدء اختبار منصة حقل كاريش اليوم في خطوة أخيرة على طريق إنتاج الغاز، هدد بأن أي عمل تخريبي يقدم عليه حزب الله سيعود بالضرر على لبنان كله، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي تصعيد. هذا وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن القيادة الأمنية الإسرائيلية أجازت لشركة إنرجين بدء فحص إمكانية تشغيل حقل كاريش، وأضافت أن استهداف منصة كاريش يمكن أن يؤدي إلى قرار بتعتيم لبنان بالكامل. الترسيم يخضع لجو متقلب بين التفاؤل والتشاؤم. موجة من التفاؤل سادت الأجواء السياسية اللبنانية الأسبوع الماضي لناحية إنجاز الاتفاق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي حول ملف ترسيم الحدود البحرية ضمن الوساطة الأمريكية، ولكن سرعان ما تبددت الأمال بإنجاز الاتفاق بعد التصعيد الإسرائيلي المرتبط بالانتخابات التشريعية. فأين أصبح التفاوض بحسب الخبير في شؤون النفط والغاز الدكتور شربل سكاف؟ مجريات التفاوض خلال الشهرين الماضيين تشير بشكل واضح إلى قوة دفع أمريكية تدفع باتجاه إنجاز اتفاق ترسيم الحدود، لكن قوة الدفع هذه بتصطدم بتوقيت الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية يلي أصبح موضوع ترسيم الحدود جزءا أساسيا من عناوينها، مما دفع الحكومة الحالية إلى رفع السقف في محاولة لمنع المعارضة من الاستفادة من توقيع الاتفاق.
وبهالإطار هيدا بده يستمر شد الحبال، إنما لا يعني توقف التفاوض بالكامل. كونه الأمريكي سيسعى جاهدا لإنجاز هذا الملف عاجلا أم آجلا، علما أن الاختلافات أصبحت ضيقة وهي منحصرة في بعض التعابير القانونية التي توصف منطقة الطفافات أو علاقة الشركة المنقبة بإسرائيل. بعد الوصول إلى هذه النقطة من الجمود في التفاوض، من الرابح ومن الخاسر؟ وهل اعترف لبنان بحقل كاريش كحقل إسرائيلي خارج عن التفاوض؟ هنا يؤكد سكاف أن أي عودة للتفاوض في المستقبل تنطلق من هذه الوثيقة، أي الاقتراح الأمريكي. حتى اللحظة ما في شيء نهائي، فبالرغم من التقدم الكبير المنجز على صعيد التفاوض، إنما الأمور تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات. والأحداث التاريخية بالشرق الأوسط علمتنا أنه كل ما اقتربنا من التفاوض لنهايته، كل ما زادت معه احتمالات العرقلة عبر افتعال أحداث معينة. بكل الأحوال مسودة الاتفاق أصبحت وسيئة لا يمكن تجاهلها، لا بهالتفاوض الحالي ولا بأي تفاوض مستقبلي. بالرغم من المعادلات الردعية الوهمية التي أرستها كوى الأمر الواقع وتبناها الموقف الرسمي اللبناني، إلا أن الجانب الإسرائيلي يبقي الكرة في ملعبه بعدما تخلى لبنان عن الخط 29 ولم يعدل المراسيم. مروان قدوم، صوت لبنان. السفير السعودي وليد البخاري يخصص يوما في طرابلس ويجول في أسواقها. التفاصيل مع روع الرفاعي. لم تكن زيارة سفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد البخاري إلى مدينة طرابلس عادية، بعدما شملت كل نواب المدينة وشوارعها وقلعتها الأثرية حتى أسواقها الداخلية، وذلك تأكيدا على التزام المملكة العربية السعودية بلبنان وشعبه وبخاصة عاصمة الشمال طرابلس. وهذا ما كرره السفير البخاري في كل الكلمات التي ألقاها خلال زياراته إلى النواب. ولعل الأهم في الجولة اليوم كانت الزيارة التي خصصها السفير البخاري للقائم أعمال رئاسة المجلس الإسلامي العلوي سماحة الشيخ محمد خضر عصفور في مركز المجلس في منطقة جبل محسن، وهي الأولى من نوعها، وبدا واضحا الاهتمام الملفت من قبل الشيخ عصفور ومشايخ المجلس بهذه الزيارة. وبعكس غيرها فإن الاجتماع بين الطرفين عقد بعيدا عن وسائل الإعلام وانتهى من دون الإدلاء بأي تصريح. وخلال مأدبة الغداء التي أقامها النائب ريفي على شرف السفير البخاري وحضرها العديد من سفراء الدول العربية، كانت كلمة للنائب ريفي أكد خلالها الاستمرار في النضال في وجه المشروع الإيراني. لذلك ومن طرابلس عاصمة شمال لبنان، طرابلس الفيحاء التي دافعت عن لبنان الحر السيد المستقل، نؤكد على استمرار النضال في وجه مشروع إيران في لبنان حتى إقصائه واستعادة بلدنا من هذه الوصاية الكريهة. إن مواجهة هذه الوصاية تبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية يؤمن بالدستور وباتفاق الطائف وبالقرارات الدولية ويعمل للحفاظ على سيادة لبنان ويقوم بالإصلاحات الاقتصادية. إن مواجهة هذه الوصاية تبدأ كذلك تشكيل حكومة لا يرأسها أحد المنتمين إلى المنظومة التي دمرت لبنان. إن هذه المواجهة هي مع الوصاية وأدواتها في آن واحد. السفير البخاري أشار في كلمته إلى أن قوة لبنان وصموده ينبعان من الداخل اللبناني. أن يبقى لبنان قلبا واحدا ويدا واحدة في خدمة نهوض وازدهار أرضه ورخاء أبنائه بعيدا عن أي تدخل، فقوة لبنان وصموده ينبعان من الداخل والداخل فقط. كما أود أن أؤكد بأن رسالة العمل الدبلوماسي السعودي في لبنان تهدف إلى توفير شبكة أمان دولية مستدامة من أجل الحفاظ دائما وأبدا على أمن واستقرار وازدهار لبنان، وحرص القيادة السعودية دائما أن نسعى من أجل تحقيق هذه المبادئ وهذه الرؤية. أيضا أود أن أؤكد حرص المملكة العربية السعودية على محور مهم جدا في مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة في ملف لبنان، خاصة وأننا أكدنا للجميع بأن المملكة لن تتعاطى أو تتعامل أو تدعم أي قوى سياسية منخرطة في الفساد السياسي أو المالي.
زيارة السفير البخاري اختتمت في جولة داخل قلعة طرابلس، ومن بعدها قصد الأسواق الداخلية سيرا على الأقدام، فكان التفاعل كبير بينه وبين الأهالي. وأخيرا كان اللقاء الشعبي الحاشد في قهوة التل العليا التراثية. من طرابلس روى رفاعي، صوت لبنان. نتابع النشرة بعد قليل، وفيها جديد الكوليرا في عكار. قرر مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رفع تعرفة الكهرباء 27 سنتا للكيلووات ضمن إطار خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء. وأوضح مصدر في المؤسسة أن التعرفة سيتم تعديلها كل شهر أو شهرين بحسب تقلبات أسعار النفط وسعر صيرفة لدى مصرف لبنان. تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الصحة فراس أبيض ملف الإصابات بالكوليرا، ودعا وزراء الصحة والداخلية والبلديات والطاقة والمياه والبيئة والزراعة إلى اجتماع مطلع الأسبوع لمتابعة الملف. هذا وأعلن رئيس قسم الصحة في اتحاد بلديات الضنية أنه بعد أخذ عينات من المياه من أماكن عدة في بلدة بخعون وحرف السياد وكفر شلان بهدف فحصها على إثر انتشار مرض الريقان في بلدات عدة، تبين أن المياه ملوثة وغير صالحة للشرب. وفي متابعة لحالات الإصابة بمرض الكوليرا في عكار، أفاد مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبة عن وفاة طفل يبلغ 5 أشهر كان مصابا بالإسهال، ولم يجزم المستشفى الإصابة بالكوليرا بانتظار نتائج الفحوصات. عثر على مركب غارق قبالة شاطئ الميناء في طرابلس، يرجح أن يكون قد تعرض للغرق خارج المياه الإقليمية اللبنانية ودفع به الموج نحو شاطئ الميناء وهو لا يحتوي بداخله على أي شيء. نصب تذكاري جديد يجسد صور ضحايا تفجير المرفأ، رالي عبيد والتفاصيل. أمران مهمان لدى أهالي ضحايا تفجير المرفأ لا ثالث لهما، الأول الوصول إلى العدالة ومحاسبة المجرمين، والثاني المحافظة على ما تبقى من شاهد عيان وهو الجانب الجنوبي من إهراءات القمح، وذلك بعدما سقط الجانب الشمالي بشكل كامل. في المقلب الآخر ومساندة لموقف الأهالي من موضوع الإهراءات، مبادرة فردية جديدة تولد مع المهندس بيير عبود الذي وضع تصورا هندسيا للمحافظة على ما تبقى من الناحية الجنوبية، وذلك بزيادة حدائد صممت بشكل هندسي تتماشى مع شكل الصوامع المتبقية طولا وعرضا وتجسد صور ضحايا تفجير المرفأ. المهندس بيير عبود أطلع صوت لبنان على تفاصيل المشروع. كيف التنفيذ على الأرض بينقسم لقسمين، قسم هو المبنى اللي باقي من الإهراءات اللي هو المبنى الجنوبي، لازم يدعم، لازم يتنظف من كل شيء، رواسب أحجار صغيرة ويكون نظيف، ينعمل له دعم، وهذا أكيد بدها دراسة تنشوف شو لازم، قديها العملية صعبة، شو المنيح، شو اللي بيخوف وما بيأذي. وبيرجع على هالقسم هيدا، أنا برأيي لازم ينحفر الوجوه، مش تنرسم بس تنحفر كأنه منحوتة وين محفور فيها وجوه الضحايا. الميلة اللي من بعد اللي هي رح تكمل الإهراءات اللي بتطلع تقريبا شي 80 متر طول ب 45 ل 46 متر علو، هي ستراكشر حديد، مجسم حديد بنعمل له قواعد سيمنتية أكيد من البيتون تلقط الأرض وتكون ثابتة مفرغة، تكون كمان إذا بدك مثل محطة للعصافير للطيور للنبات، يعني انه هيدي شغله كمان مهمه. عبود اكد ان النصب التذكاري ليس اولويه الان امام الوصول الى العداله، ولكن ان تم تنفيذه فهو تخليد لروح من سقط في تفجير المرفأ. الهدف اهم شيء، الهدف منا انه ما ننسى، نحن شعب عندنا قوه النسيان، هيدي بعتبرها قوه فينا، لانه هيدي خلتنا بكل الحرب انه نرجع
نطوي الصفحة ونكمل مع كل الألم، نطوي صفحة ونكمل ونحارب وندل مغرومين بلبنان. بس في أمور ما لازم ننساها، خاصة هالانفجار، خاصة هالانفجار، خاصة إنه بعد أرواح الناس، أرواح الأبطال، أرواح الضحايا موجودة بالموقع ناطرة. فيما الدولة تحاول إلهاء الرأي العام بالملفات السياسية اليومية، مبادرات فردية تلقي الضوء وتساند قضية تفجير المرفأ ليبقى ذكرى خالدة في وجدان الوطن والأجيال القادمة. راني عبيد، صوت لبنان. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل: تجربة باليستية جديدة لكوريا الشمالية. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندية إسرائيلية وإصابة جنديين بجروح في هجوم نفذه مسلح فلسطيني على حاجز شعفاط شمال شرقي القدس. أعلن المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية تعرض القوات الأمريكية المتمركزة في منطقة الرميلان شمال شرقي سوريا فجر اليوم لهجمات صاروخية، وأوضحت القيادة المركزية أن الهجوم لم يؤدي إلى إصابات أو أضرار. أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشديد الإجراءات الأمنية للجسر الممتد من روسيا إلى شبه جزيرة القرم، إضافة إلى البنية التحتية التي تزود شبه الجزيرة بالكهرباء والغاز. وقال بوتين في مرسوم صدر بعد ساعات من تضرر الجسر في انفجار إن جهاز الأمن الاتحادي سيكون مسؤولا عن تعزيز تدابير الحماية. أطلقت كوريا الشمالية فجر اليوم صاروخاً باليستياً سقط في البحر خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في عملية إطلاق هي السابعة في أسبوعين بحسب ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي، ولم ترد تقارير عن أضرار طاولت السفن اليابانية. يأتي ذلك في أعقاب مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وكذلك بعد تدريبات مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع. إلى الصفحة الرياضية مع رومان طنوس. بداية أخبارنا الرياضية ببطولة الأندية العربية لكرة السلة بالكويت، خسر فريق الرياض اللبناني أمام فريق الأهلي المصري بنتيجة 88-71. وبمباراة أخرى فاز دجلة الجامعة العراقي على وداد بوفاريك الجزائري بنتيجة 86-66، كما وفاز فريق بيروت اللبناني على حساب فريق الجهراء الكويتي بنتيجة 88-84، وفاز الغرافة القطري على الميناء اليمني بنتيجة 78-73. محلياً وببطولة لبنان لكرة القدم، حقق نادي العهد الفوز على طرابلس بنتيجة 4-0، وعلى ملعب حمدون تعادل الصفاء والأنصار 1-1، وعلى ملعب فؤاد شاب بجونية خسر الحكمة أمام شباب الغازية بنتيجة 2-0. إلى ذلك، وبالدوري الفرنسي لكرة القدم ليج 1 خسر فريق مارسي أمام فريق أجاكسيو بنتيجة 2-1. أما بالدوري الإسباني حقق أتلتيكو مدريد الفوز على جيرونا بنتيجة 2-1. ومننتقل لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق مانشستر سيتي الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 4-0، كما وفاز تشيلسي على وولفرهامبتون بنتيجة 3-0. بدوره فاز بورنموث على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، وفاز نيوكاسل يونايتد على أرضه أمام برانتفورد بنتيجة 5-1. وبطولة الدوري الإيطالي بكرة القدم فاز الانتر على ساسولو بنتيجة 2-1. الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية.
الجو اليوم غائم جزئيا ودرجات الحرارة بتتراوح بين 22 و28. الرياح غربية جنوبية بسرعة تتراوح من 15 ل 25 كيلومتر بالساعة ونسبة الرطوبة 50%. بداية الأسبوع المقبل التنين الحرارة بترتفع بشكل بسيط ل 27 درجة أقصاها و 22 أدناها. الثلاثة بيستمر الجو على هيدا النحو والحرارة بتتراوح بين 21 و 27 درجة. منوصل للأربعة والجو رح يكون مشمس بصورة كلية مع استقرار بدرجات الحرارة على 28 أقصاها و 21 درجة أدناها. أما الخميس فبتتراوح الحرارة بين 23 و 27 درجة. النشرة انتهت. تابعونا عبر موقعنا vdl.me وصفحاتنا على السوشيال ميديا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الابليكيشن. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.